مرة مرة ومرر بالخطور. هنا الذي يحدث الآن، أول الأهداف، أول الأهداف. يا شمال يا شمال، الله، نعم، إلى قطار الشمال السريع. مر 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 مر، وكأنه المرمر. إي والله، محمد السيد يعمل العمل الكبير. أمجد عطوان يمرر بعد ذلك إلى النصر، وبدورة يعيد إلى معاذ السالمي بوحدة صدت في طارق سلمان. تحولت وكانت هي قصة أول أهداف اللقاء. الشمال واحد، الزعيم لا شيء بعد العودة. يا زعيم بعد العودة، يا زعيم هذا السالمي. الوكرة الجميل، الوكرة الممتع، لكن هنا لدينا فرصة للتعديل، للتعديل، للتعديل. نعم 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 نعم، يأتي التعديل الآن عن طريق أكرم. في المواجهة الأولى لم يواجه مروان شريف، لكنه عندما فعل ذلك سجل أول أهداف اللقاء، سجل أول أهداف اللقاء لمصلحة السد. واحد واحد، يأتي التعادل عن طريق أكرم. يضعها أكرم بالسرعة بالسرعة بالمرور، وبعد ذلك يأتي أول أهداف. في عمل في وسط الملعب جميل للغاية، وصلت إلى رودريجو، تباتا يمرر إلى أكرم، أكرم إلى هيدوس، هيدوس إلى تباتا. الله، لمثلها تباتا يسجل بهذه الكيفية، بهذه الطريقة، يضع الكرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى. مروان شريف لم يستطع أن يلحق بكرة رودريجو. الله على رودريجو. أمجد عطوان، تمريرة خاطئة تعود الآن، تمريرة وصلت إلى أكرم، أكرم عفيف يحاول المرور من أكثر من لاعب، يفتح جهة لاعب في الجهة اليمنى لعلي أسد، يمر علي أسد. الله على مرور علي أسد، علي أسد، علي أسد. يا فنان يا فنان، يا مهاري يا جميل علي أسد. يا مثالية، انظر ما الذي يحدث الآن. مر من متولي، مر من ماتياس، وبعد ذلك وضع الكرة في المرمى. أو يا سلام يا سلام، هذا السهل، هذا الممتنع، هذا الجميل، هذا الأنيق، هذا الرشيق الذي يتوغل بكل سلاسة. أسجل ثلاثة، نعم، السد بهذه الطريقة عن طريق علي أسد، والسد 24 مرة خلال 22 سنة، 24 مرة، ليس بالرقم الكبير، لكن هنا لدينا حسن الهيدوس. نعم 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 نعم، ألم نقل بأنه لم يسجل، لكن إلى صدارة بطولة الدوري. كرة سانتي ووضعها بهذا الشكل، وكأنما يسدد كرة ثابتة الهيدوس. ورابع الأهداف لمصلحة الزعيم في مرمى الشمال. أذكر بأننا ماشي ماشي معاك معاك معاك، الدور الدور هي ماشي. قدم في احتجاج رسمي إداري، وكان يومها السد قد أشرك لاعبا موقوفا وتحولت الأمور. هنا لدينا هدف خامس يأتي لمصلحة السد عن طريق البديل مصطفى طارق، عن طريق البديل مصطفى طارق يسجل هدفا خامسا في الظهور الأول في المباراة الأولى في المشاركة الأولى. نعم مصطفى طارق يسجل اسمه من بين الأسماء. نعم شوف شوف شوف، هنا التحية، هنا الاستقبال الذي يأتي من لاعبي نادي السد بهذه الطريقة. يضع اسمه مصطفى، اللاعب الشاب، اللاعب الشاب يسجل خامس أهداف الزعيم. كل بديل، كل بديل
يسجل في السهم. كل بديل